الاجتماعية. يا قلت رسالة نكتبها لقيت اللي يسمعها، يا عجب عليا ننشرها حيد التقليد عليا. يا جدع في هذا هو ميلي حولو لا قوة يا الخوت، يا القلب البور حيد شوى عن قدس المسبية. فلسطين بلا بالعربة كيف يحتلوا هالكلاب، يا جاوبوني شرحوا السبب فرجوا الحزن عليا. يا جاوبوني يا المسلمين واش متنا ولا حيين، يا بعد غيب صلاح الدين واش مخ. الإخوان كما قلت لكم عواشكم مباركة. الاسم ديال القناة ديالي جديدة، قلت لكم شحال هادي، واحد 3 شهور 4 شهور دابا تنستعمل هادي دايرة، تنستعمل هادي لأن اليوتيوب انتشر دي بدا نعمل الاحتياطات. هادي تاع اليوتيوب، هادي كاع الفيديو اللي تنعملو هنايا تيمشيو لهنايا، وهادي ماشي تاع اليوتيوب، هادي تاع هادي رامبو شركة بحال اليوتيوب. هنا يمكن لك تقول تعبر على نفسك، حتى هما تيخلصوا مزيان، تيخلصوا مزيان على اليوتيوب هذه الشركه هذه الكنديه هذه الشركه. فلهذا الخوت كما قلت لكم هذه هي الشركه تاع رامبو، تنسجل فيها الفيديوهات ديالي احتياطا على اليوتيوب. اي ساعه غادي يقطعوا لي القناه، فهمتي؟ ايوا، لان مع هادشي اللي واقع دابا، دابا ولات كيما قال هشام الصلحي، دابا ولات ديكتاتورية. ولات ديكتاتورية ملي تشوف داك ديال الميريكان، نهار عطا ما شحال من مليار وخلى الشعب ديالو جيعان، عطاها هادو بني عمك إز، عطاها لهم وقال لك بغا يمشي عند ومشى شاف هذاك سمو هذاك ديال نيويورك، مشى شافو عطاه الفلوس وقال لي انا غنبغي نمشي عند العرب باش ناخذ الفلوس اللي عطيتك يرجعوهم لي العرب. غادي يقول لهم لانني حاط لكم هادو لي بورتافيون اللي حاطين لكم تما في هذاك البحر ديال الابيض المتوسط باش يحميكم، ويقول عطيني الفلوس. تسارى اخرى قالوا لا ما كيناش تجي عندنا، مشيتي عند بني عمك ديال نيويورك ومن تماش الطياره ورجع بحالك لبلادك. قالوا لي بحال هكا. هذه القضيه داروها للسعوديين، هي فاش داك اسمو داك عصامة بن لادن، داك شاش هو تنيرفيكا كان خدام معاهم ضد روسيا في افغانستان. ولكن هادو الميريكان تجي يعيقو تيسيفطو لافلوط ديالهم للميديتراني ولا داك تما حنا هاك، وتيقولو للسعودية راه حنا لي هاد لي بورتافيو اللي كاين هنايا دايرينهم باش نحميكم. ولكن السعودية قالت لهم نخلصكم في الحرب، خلصتهم كلشي، ما تحميني ما نحميك، بقاو بغا يخدمو في الصحة. هي باش هداك عصامة تنيرفا وي مشى بعد عليهم مبقاش معاهم. هادو سيبتو لي بورتافيو ومشاو، قال ليهم نتلاقى معاكم في الأردن ولا مرت في مصر. مشى عندهم ولا عطيني الفلوس على هادو اللي جبت لكم حداكم، هما جابوهم باش يقتلونا يمحيونا، معليش. فلهذا إخوان هادي هما القناة ديالي، هما هادو هايا كاين هادي رامبو اللورد ابي هي، وهذه راكم بديتو تعرفوها، هذه راه ديال الناس اللي تيمشيو لها، هذه سي بهم والبيسري. فلهذا ما نطولش عليكم مزيان، كنت معكم انايا من هنايا من له ما عليناش. فلهذا غادي نمشيو دابا، غادي نمشيو عند سي بي حيت سي بي تيحل نهار السبت، ما عندوش يعني تيحل، لان كاين هذوك اسمهم ماشي هذوك اللي عند مالك. ايوا هادشي اللي كاين، غادي نخليكم وتبقاو على خير. هذا شتي هذا الاغنيه هذه ما شكون يدير ما بيهاش، واش غادي يعملوا الكوبي رايت ما عندناش باش السوق اللي درناها، غير باش نعطيكم المعلومات على القناه ديالي، لان في هذه القناه هذه
ما بقاش نسجل فيها نهائيا، لانهم باقي حابسيني على المونيتيزاسيون. قالوا لي حتى العام الجاي، حتى العام الجاي حتى جانفي 17 جونفي عادي. قال لك يشوفوا نعمل طلب وشوف شنو يعطوني ما يعطونيش، ولكن صافي مين حبسوك، مين حبسوك من الروح ما بقاش يزيدوك. صافي غادي يخلوك تما تنشد الدبانة، وانا واش نبقى نشد الدبانة، انا ما عندي ما ندير. داكشي مشينا حلينا، حلينا رامبو. رامبو راه مزيانة، مزيانة، غير ما كاين مازال، مازال العرب مازال ما عرفوني ولا المغاربة. حتى المغاربة تيولفوا الحاجة، فهمتي، تيولفوا شي يبدلوا، يمشيو رامبو يشوف المواضيع. قالوا لي اللي تيتكلموا الانجليزية، لان الكثرية غير الانجليز. وقلت حتى فرنسا حدي هذه القناة، هذه القناة ديال رامبو بازي في واقيلا اونتاريو ولا ما فين، فوت العضراوي الفوق. هو هذا، غادي نخليكم، غنمشي، مع السلامه. هو ما كاينش ندير معكم حتى شي حاجه، صافي.